Okay, can you speak about this? Guys, please subscribe to this channel, like it, share it, and all the best. Thank you very much. Okay, again. The guy is amazing. Just enough. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Astaghfirullahakum Allah, alladhi la tadhi'u di'u ila salat al-maghrib. Allahumma shfi walidayya ya rab. Allahumma shfi hum. Warzuqhum al-sihha wal-'afiyah. Allahumma shfi marad al-muslimin. Allahumma shfi anna kulli sharr. بالبصمه على طول دخل او معكش بصمه معاك الكارت يعني اوبن ماشي نشتايوش انفورماتيا مور انفورميشن از فور اكزامبل بيست سولوشن تو فيزيت اس اند سي ذس لايف يدنا بو يدنا يو هاف ا فويس كنترول اليكسا تيرن اون ايفرثينج وات ذس وان فويس كنترول فويس كنترول يا از اي سيد بيفور اند اولسو وات از سو سو امبورتنت يس Yeah, you can control by phone everything here Masha about Allah. The lights, about I told you before heating system, Masha video Allah. Control everything. إحنا ده المدخل هنا هو دخل ب. Oh, ما شاء الله. ما شاء الله لا حول ولا قوة. Also, you we have option for a gate. It's going like this. ما شاء الله موقع ممتاز. بسم الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من مدينة الوزراء. حي الأثرياء، حي فيغوتشا، اتكلمنا عليه كتير. داخل العاصمة البوسنية سراييفو. حي فيغوتشا من أكثر أحياء البوسنة، فيه من الوزراء ورجال الدولة. السبب الرئيسي كانت المدينة، مدينة فيغوتشا في أيام يوغوسلافيا كانت فيها أكبر مصنع لفولكس واجن، وكان في المصنع هم كبار المهندسين، فبالتالي كانت الدولة بتدعم هاي المنطقة بجميع الخدمات اللي تحتاجها الأسر، من مدارس، جامعات، مستشفيات، حتى يكون المهندسين أو مدراء الشركة يعني مرتاحين البال يعني لكي يبذلوا المجهود الأكبر في إنتاج السيارات وتحقيق أو نجاح أكبر إمبراطورية سيارات في العالم يعتبر. عندنا الآن مشروع عقاري، ليس مشروع، هو عمارة عبارة عن شقق اسمه تراسة. تراسة ها أمير؟ تراسة، فيلا تراسة. الآن معانا المالك. السلام عليكم. السلام عليكم. ماهر. ماهر. دراجون 100 مستر ماهر. يس. يس. أمير. أمير أيوه. دراجون 100 مستر أمير. أوكي. Speak about your تراسة. Can you speak for this one? You told me about tunnel. Can you speak? Yeah. Yeah. Yes, come here. In the city now we have a new transfer hall. طبعا في المدينة هنا الآن بيعملوا طرق، شبكة طرق جديدة. So that is the main road who will come inside of the city. عملوا طرق رئيسية هتدخل داخل المدينة من الداخل. In next 2 to 3 years we expect that road will be finished and the entrance of the tunnel will be 200 meters down. خلال سنتين أو ثلاثة زي ما قلنا هيتم تغيير جذري في موضوع شبكات الطرق، هيتعمل نفق وهيوصل في المنطقة اللي هنا. This area. Yeah, yeah. They will clear all these houses. المنطقة هنا كان في بيوت هم شالوها بالكامل. زي ما انتم شايفين. We will be direct. هيجي نفق. هيجي نفق هيطلع من هنا. بعد من هنا من التراسة لحد تراسة فيلا أو من المشروع من العمارة عفوا لحد التانل تقريبا 100 متر. Yeah, so after 3 minutes you will be in the center of the city. يعني فقط 3 دقائق هتكون أنت داخل سنتر فيغوتشا أو سنتر سراييفو. سنتر سراييفو. اللي هو سنتر سراييفو اللي هو بوتشا بوتوك، داخل سنتر سراييفو اللي هو في فندق هوليدي إن وفي إس سي اللي هو المول الكبير. إحنا الآن خلصنا تصوير من أعلى فقط من أجل نبين لكم الموقع، موقع الفيلا ومميزات. وشكل العمارة وشكل الفيلا بالكامل هنتكلم فيه الآن بالتفصيل كاملة. لكن قبل كل شيء لا تنسى الضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالمقطع، وسلام خاص لفراس محمد فقيه. أسأل الله يبارك لك يا فراس على تشجيعك الطيب لنا. هنا عندك المدخل، هنا هيكون جاردن 50 متر تقريبا حديقة، هذه الحديقة، وهنا موجود فيها مسبح، هذا المسبح بالكامل
ما شاء الله موقع ممتاز. طيب. Here we have terrace. Terrace is 100 meter square and the full of this terrace is covered by heating system. And terrace heating system? Full of the terrace is covered by heating system because of snow in the winter. آه. بيقول لك هنا التراس 100 متر، مساحة التراس بالكام 100 متر، وكامل التراس، ودي معلومة جديدة أول مرة أسمعها في البوسنة، بيقول لك في بالكامل مغطى بشبكة تدفئة تحت الأرض. حتى ما سألته بقول له طب ليه أنت حاطط تدفئة في التراس وأنت التراس مفتوح؟ بيقول لك لأن وقت الشتاء هيكون في ثلج، فبالتالي لما يكون في تدفئة الثلج ما يقعدش كتير في الأرض ويسيح. Yes, can you complete? Yeah. Continue, sorry. Every apartment is covered by full home, smart full home system. Smart home. Yeah, so the entrance you can open door from everywhere, like fingerprint, like card, like phone, like Bluetooth. Oh, mashallah. You can open door from anywhere from the world. Mashallah. Bismillah. Yeah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mashallah. La quwwata illa billah. The video and security alarm system is last generation in high level of everything. So also you have a voice control. Alexa, turn on everything. What this one? Voice control. Oh, voice control. Yeah. So you can control whole apartment. How to work again? Can you tell here? Alexa, turn off everything. Okay. Oh, again? Alexa, turn on everything. So okay. On this way you can turn on air condition, all heating system is in the floor, heating system. You can control your system in down, garage, gate and everything, you know. So here we have apartment, one of them, this is 120 meters square, bamboo flooring. It's a full wood of interior doors. We use the high quality of materials usually than the building. Also, we are using this glass aluminium portals and three glasses. لأن طبعا هو شرح هنا كل شيء مراجعة سريعة بالعربي. طبعا هو استخدم أعلى كواليتي لجميع المواد في كل شيء حتى في الأرض. شايفين البركية عامل إزاي؟ والبيت ده احنا اول مره نشوف بيت بيشتغل بيه اللي بيسموها الدعم الصوتي. اليكسا ولا اليكسا؟ اليكسا تيرن اون everything. اه مش نافع. تيرن اوف. اه اليكسا تيرن اوف everything. اوكي اليكسا تيرن اون everything. اوكي اوه ما شاء الله. طيب هنا عندك طبعا بوابات الكترونيه. هنا عنده this is tablet you are using him to control or by your phone. It's look like this. طبعا التابلت هتستخدمه انك انت هتستخدم كل شيء ممكن في التليفون. يا جماعه احنا في البوسنه في سراييفو، يعني هذا الامر مش موجود، ما شفتوش قبل كده في سراييفو. كل شيء yes yeah you can control by phone everything here about the lights, about I told you for heating system, video control, everything. احنا ده المدخل. هنا هو دخل بالبصمه، عمل كده وحط صبعه بالبصمه على طول ودخل. او معكش بصمه، معاك الكارت يعني تدخل بيه. ما شاء الله. بيبان طبعا زي ما انتم شايفين، يعني بيبان بنوك، بيبان مصفحه ما شاء الله. Also when someone calls you down door, yes you get a picture here but you are not in home. Yes pictures come to your phone. Well, so you use your phone to say I'm sorry I'm not at home, or when it's some cousin can come here you can open for them. So they come in house. لو جالك واحد هي بالكاميرا هتنور، هيبين في الكاميرا وهيبين معاك في تليفونك لو انت برا البيت. ولو حد من قريب من قرايبك وعايز يدخل البيت ممكن تفتح البيت فقط بالسمارت وهو يدخل البيت. لو انت مش عايز تدخله تقول له انا برا والله خارج البيت فهاجي بعدين. Also this one you need, it's very fast. No I need Alexa. I'm sorry. Okay. Alexa play some music for guests please. Oh, can? Can? I use a guest list from Spotify.
والله خطير موضوع أليكسا، موضوع خطير. طيب الآن إحنا هنا في الصالة، خلينا نشوف مبدئياً أبعاد الصالة كام. طبعاً هم يعني صراحة هم شغلهم أنا أول مرة أشوف شغل زي كده، لكن خلينا برضو إيه أنتوا عارفين السيستم بتاعنا. والله volume up Alexa volume up. أربعة متر وعشرين، ونشوف هنا العمق قد ايه. طب احنا في الصالة الآن. أليكسا stop music. الله أليكسا دي خطيرة. احنا عندنا 12 متر، 12 متر عمق الصالة. يا جماعة صدقوا أو لا تصدقوا، انتوا في البوسنة ما شاء الله لا قدر بالله. شايفين؟ طبعا يستخدم كل المواد دي، هو هاي كواليتي بالكامل في كل شيء. هنا this one kitchen ماهر؟ yes this kitchen. طبعا ده هنا مكان المطبخ، يكون مطبخ مفتوح yes. امريكي system ventilation alarm، وده التهوية هو موجود yeah alarm fire protection. طبعا ده قايل انك تحصله في اي بيوت and all installation necessary. وهنا عندك هنا المطبخ بالكامل، وهنا عندنا ده كده الصالة 12 متر زي ما قلنا. كده احنا خلصنا الصالة والمطبخ. ثانك يو ماهر، ويلكم. طيب الان احنا خلصنا الصالة وندخل الان على الغرفة. So here we have one master room. دي غرفة مع حمام، ماستر بيدروم. ده الحمام. In a room, also in living room, we have Mitsubishi air conditioner. Mitsubishi, طبعا من أغلى المكيفات اللي ممكن تركب في البوسنة. طبعا إن هو Mitsubishi يعتبر ياباني، والحاجات الآسيوية هنا قليلة، فبالتالي طبعا تكلفة الشحن أعلى، لأن هو أوروبا هو أسهل لهم، لكن طبعا جماعة حريصين إن هم يجيبوا أفضل شيء. إحنا الآن خطوة خرجنا برا في التراس. دي غرفة ماستر. مرة ثانية كان نشوف من برا الشكل عامل إزاي. دي هنا الصالة ودي الغرفة الماستر، شايفين؟ طب احنا جايين نصور قبيل المغرب بساعة تقريبا، لأن هو أصر ماهر قال لك لازم تيجي بيفور نايت أند أفتر نايت، يعني لازم تيجي قبل المغرب وبعد المغرب عشان تشوف البيلدينج النايت اتس مور ديفرنت. اتس توتالي ديفرنت. أوكي. طيب أنا عايز تخلي بالكم من شيء، شايفين هو حاطط هنا الإضاءة فين؟ إضاءة مخفية إزاي في الأرض؟ شايفينها بالكامل؟ هاي الإضاءة المخفية. التفاصيل يا إخواننا غير، الباركيه حتى مهتمين، شوف حاطين عتبة هنا عشان ما يكون في ارتفاع ما بين الألمونيوم مع الأرض، يكون في زي تدريجي في المساحة. طبعا الزجاج طبعا ثلاثي زي ما نسأله بعد. وهنا في مكان لأليكسا لما يركبوها برضه ممكن تركب هنا. We can put Alexa in every room. Every room. Also in toilet. A toilet is spot. Spot. No problem. Yeah. No problem. This, no. This cable also it's a cable for one special technology design. I don't know how it is. They say like think that you control. For example, if you leave home and you want to turn off TV or everything or change your channel on TV, you can do that for anywhere from world. ممتاز. أي حاجة عايز تعملها أليكسا هتعملها لك في البيت. نقيس إحنا. Yes. This violent and this is. Where is the heating? Down. Floor. طبعاً كل الأرض بالكامل عليه شبكة من التدفئة. Also controlled by smartphone. Smart. Everything. نشوف هنا العرض طبعاً كله بالتحكم الذكي. هنا عندك العرض 4 متر و27 وهنشوف الطول الان، بس عايزك تركز معايا في وحدات الكهرباء. عندك 1 2 3 4 شايف، وهنا 5 6 7 8، يعني هو حاطط لك كل اماكن الكهرباء بحيث توفي معاك في كل شيء. مره ثانيه الغرفه عرض على العرض بتاعها 4 27، نشوف الان العمق بتاعها هيكون قد ايه. هذا العمق. طبعا احنا بنقيس الغرفه مع الحمام 5 متر تقريبا و37. هذه هي كده الغرفة. كده احنا نرجع مرة ثانية، مرة سريعة. هنا الصالة، وده مدخل هنا الشقة،
والهنا احنا ندخل هنشوف في الجزء اللي هنا. Here we have one another toilet with two sinks. You can come inside. هنا عندك حمام، الحمام الثاني حمام كبير. هنا عندك العمق 4 متر 17 وهنا العرض متر 76. About heating it's not in down. Yeah yeah, full of. And this one what again? One more for extra for special. اه انت لو عندك التدفئه عنده حاطه تدفئه داخليه وحاطه تدفئه خارجيه. طب for towels. اه ممتاز في للفوط. للفوط. طبعا ملاحظه سريعه، شوف هو حاطط هنا الدش كابينه حاطه في الاخر. طبعا ده سيستم الاوروبي البروفيشنال عشان هو اقل استخدام. وهنا المقعده وهنا غسيل يد واحده وعامل واحده ثانيه غسيل، يبقى هو عامل اثنين للغسيل. شايفين هو اول ما دخلنا قال لك عامل اثنين لغسيل يد. Here is a laundry. دي غرفه ال الملابس اللي هو الغسيل. It's separated from the toilet to put everything, every machines, laundry machine or things like that to put there. كل حاجة تحطها في غرفة الغسيل. بيقول لك مش هحطها في الحمام، عندك كل التوصيلات كاملة. حاطط هنا توصيل الغسالة والنشافة وكل شيء، حتى ده بتاع البويلر. صح؟ This one from boiler. ها؟ Also ventilation and ممتاز للتدفئة. Control pipes from there. وطبعا سمارت، وطبعا زي ما أنت شايف حاطط الفيش. برضه كذلك كاملة متكاملة في كل شيء. وهنا الهيتنج. اوكي كده احنا خلصنا. الان غرفة وحمامين وغرفة like children rooms or غرفتين للاطفال كبار or guest rooms. دي الغرفة الاولى. شوف هنا عندنا الارتفاع العمق بتاعها قد ايه تقريبا. هنا 6 متر ممتاز المساحة. وهنا العرض عندك هيكون هنا عندنا 2 متر 36. شايفين؟ طبعا كل البيت بالكامل مغطى بالإضاءة وكذلك بالتدفئة. طبعا ده بيفتح هنا، طبعا شايفين مع المفتاح يفتح هنا، هو حاطه على المسبح. مرة ثانية الإزاز عندنا تريبل مش دبل، تريبل زي ما أنتم شايفين تريبل من غير ما نسأله أصلا، يعني إحراج إحنا نسأله. كأنك أنت شاري سيارة بي إم أو شاري سيارة مرسيدس، آخر مدير تقول له أخويا لو سمحت الشباك بيفتح بالكهرباء ولا بيفتح بالمانيوال؟ طبعا اكيد تريبل. دي الغرفه الثالثه. يبقى احنا الان في الغرفه الثالثه. شفنا الان غرفتين، دي غرفه ثالثه كبيره برضه تصلح للاطفال. مساحه الغرف انا اول مره اشوف مساحات الغرف بالشكل ده، يعني ابو سنين ما بيحطوش عاده نفس الشكل ده الا قليل. يعني هنا عندنا 7 متر ونص وهنا عندنا العرض تقريبا ناخد من ابعد نقطة إلى حد ما يعني 2 متر و36. مرة ثانية شايفين السيراميك والبركيك الفيشة 2 3 4. هو عامل الديزاين بتاع الغرفة قبل ما ينفذ ديزاين، هيحط السراير فين ويحط الدواليب فين. وهذا اللي احنا بنوعيه دايما، احرص على تصميم بيتك قبل ان تبدا. Every room you can control separated about heating system and everything. What's the meaning? So every room has a here different temperature, different. Yeah. You can control in this room higher or smaller temperature. For example, you have a baby, you want some more heat for baby, more heat temperature, you can put here 35 for example. Just also you like more cold in the main room, you can do like 25. Okay. Also, here you can make one, if someone wants, can also make one room here. طبعا ممكن كل غرفه تتحكم فيها بالتدفئه مختلف عن الغرفه الثانيه، بحيث انت تتحكم في اولادك عايز الغرفه تكون موجوده. طبعا احنا الان قبيل الغروب زي ما انتم شايفين الشمس يعني جميله ومنوره المكان. كده الان احنا في الشقه رقم واحد. This flat number one. What this one؟ بتاع الميه. Water. For the water. Yes. Yes, but we will make some wooden stuff here. هنحط هنا زي الباب يغطيه. يا جماعه انا معجب جدا بالفان، الباب رهيب يعني صراحه. طبعا هنا عندك كل المساحه دي داخل انت في الشقه. ممكن لو حبيت يضيفها تقفل انت المنطقه اللي هنا دي بالكامل وتعمل الباب بتاعك من بره، استفدت من المنطقه دي كصاله صغيره ممكن تستفيد منها. طبعا جهاز انذار هو لفت نظرنا فيه اهو. طبعا اكيد في جهاز انذار يعني اكيد.
This one from bathroom. Yes, that one from bathroom. ده الحمام اللي صورناه من هناك. طبعا شايفين الشباك معمول بشكل. It's possible to cover it also. اه. Oh. Yeah, to have private, you know. Super. Yes. Every apartment is same. So this we showed like just example, and we finished them. Another apartment is finished like 95%. So just we leave buyer option to choose which kind of floor, ceramics and details we will use. طبعا هو كل how many flat in your building? We have three flats and four and six big apartments. طبعا ثلاث شقق طبعا. وكل الشقق نفس الفكره بالظبط، هو مشطب واحده والباقي لسه ما شطبوش، فانت عندك امكانيه تختار اي شيء. احنا فرجنا الان، هو فرجنا الشقه المتشطبه، فلذلك اللي عاوز يشتري شقه مش متشطبه هو ساعتها هيحط لك بالمواصفات اللي انت عاوزها. اوكي. طبعا زي ما انتم شايفين هنا حاطين الترابزين ازاز، طبعا ده اغلى، اتس مور اكسبنسيف ذس وان، حاطين الترابزين ازاز طبعا ليه؟ عشان يحافظ على فكره المشروع اللي هو تراسه، اللي هو بيديك كانه المشروع كله انت قاعد في اي مكان تشوف الاطلاله بتاعتك. It's 110 and it also can make you know things like that and it will not. طبعا هو طبعا مرن، في مرونه بس لكن ما بيتكسرش. طبعا هو متر و10 تقريبا، فمساحه جدا ممتازه. اوكي. I need now to see another apartment. It's different type if you have. Yeah. اوكي. Yes. You have only two type, huh? We have that side and this side. لا inside it's same this one and this one or different? Every just different in these rooms. Okay. Some room is smaller and bigger and here is not finished. Okay, you have another type or all same? Everything is like this, bro. You told me you have six apartments. Six apartments like this, just different in the rooms. And in terraces. And another side same. Same. Bro. Same. Okay. Okay. Can you go now in garage? Yeah. Now. احنا مركزين مع أليكسا. You can call him more different names. Yeah. Yeah, you can say to her for. تخيل نفسك ده تراسة بيتك، تقعد هنا وتشوف الإطلالة دي مع الغروب، تدعي بالأذكار المساء. احنا الآن في تراسة فيلا، اول مشروع او اول فيلا من نوعها في البوسنة بالكامل، سمارت او باستخدام المباني الذكية. Put a lot of effort in this, really. Yes, really. Yes. A lot. Yes. We had a hill here. Okay, take care. We put out literally yes. 1,100 trucks land. Oh. From this. ما شاء الله. 100. 1,100. يا الله. Yes. يقول لك شال 1000 ومية من الركام ومن الحطام داخل المنطقة قبل ما يبنيها. طبعا yes. Can you speak about garage? Yeah. About usually we are using the high quality of the materials for everything. طبعا اتكلمنا قبل كده، قلنا على الهاي كواليتي طبعا ده شيء ثابت. And we will cover that with the pictures to show every. هو هيفرجنا الآن بال كل حاجة بالتليفون هيعمل ايه. Yeah, it's going like this. Press. It's all. اوه ما شاء الله. شوف ما شاء الله، لحظة قبلها. Also we have option for a gate. It's going like this. Yes. ما شاء الله. Yes. ده مثلا عندنا الجراج بالكامل 1 2 3 4 5 6 لكل وحده او لكل اتش ابارتمنت يو هاف 1 جراج. الان طبعا احنا بنصور تراسا فيلا. طبعا ده من الفيلا عباره عن ست شقق في منطقه فوجوتشا. زي ما انتم شايفين مباني ذكيه، هو المبنى الاول من نوعه في سراييفو، احنا بنصوره مباني ذكيه، وهذا عرض حصري تنفرد به قناه المهندس علي. لذلك دائما اضغطوا دائما معنا على زر الاشتراك والاعجاب بالمقطع لمزيد من العروض العقاريه، والعروض المميزه لن تجدها الا في قناه المهندس علي. تواصلوا معنا دائما الان، وانتظر الان المزيد من التفاصيل. Every apartment we have one garage and we will have one more parking space here place. Okay, very good. عندنا ست اماكن
Okay, can you open anyone to see inside? What's inside? Sorry. Yeah. احنا كل شوي نفتح ونقفل نفتح ونقفل يعني صراحة نتعب كده أليكسا. أليكسا ها؟ Yeah, أليكسا؟ أليكسا أو زهرة؟ We need Alexa outside really. Yes. Alexa, she tired now. Everything is open. طبعا ده كل جراج نشوف قد ايه مساحة في عندك. هنا عندنا 5 متر 76 والعرض طبعا المفروض 3 طبعا تقريبا نفس المساحة. لكن الغريب ان هم حاطين شايفين كهرباء في الجراج وده ما بيكونش موجود عادة في اغلب الجراج. طبعا شايفين الطوب والحجر عامل ازاي؟ اوكي هو فرقنا الان مكان للساونا. ساونا ساونا اند جيم. ساونا اند جيم. يس ساونا اند جيم. ويل بي ويل بي. طبعا ده هيكون مكان مخصص للساونا. First just one example we want to show you how looks smart system just outdoor. What this one again? Smart system for the outdoor. For the LED, for the lights outside. Yeah. ده كده عندنا السمارت ده في منطقة الساونا. اوكي. Yeah. Here we have a place which we have planned to build a sauna and the toilet and the extra fitness. دي مساحة للتدريبات طبعا الفيتنس. في عنده هنا مكان للساونا هو اوريدي بدأ يجهزه كامل زي ما انت شايف وحاط فيه طبعا العوازل وحاط فيه كل شيء. ده بداية الساونا اهو. كل شيء مع العوازل. وعندنا هنا مكان للفتنس وعنده هنا حمام ايضا للاستخدام. بس الاضاءة مش باينة. اهي باينة الاضاءة. ممتاز سوبر. ها وات ايلس؟ مشتايش. طبعا شايفين كونكريت. كل دي حوائط كونكريت. ده كل ده مش مسبق الصنع طبعا بالكامل. انت مش مركز معانا خالص. Okay, now what is so now we have one more space but depends from which kind of selling we choose. Yes, if we sell all the building or apartment by apartment. طبعا ممكن يتباع المبنى بالكامل او يتباع كشقق منفصله. طبعا هو هيبعت لنا التفاصيل كامله بتاعه المبنى. ده هنا عندك what this one. So this is one pin for entrance. Yeah. Okay, very good. ده هنا كده منطقة. Here we have 165 meters where now we are using this for a 150 تقريبا متر. 156 متر. 165. 65 يعني 164. So plan space we can separate it in. دي مساحة مفتوحة انت ممكن تستخدمها زي ما انت عايز. هو الان هو مستخدمها كمخزن. لكن انت ممكن تستخدمها كايه لو انت هتعمل المشروع ده بالكامل هيكون ليك. ممكن تستخدمها كريسبشن. ممكن تستخدمها كمكان زي ريستورانت. ممكن زي كافيه صغير تقعد فيه في الشتاء او في الصيف. عندك الاختيارات كتير متاحه. ممكن تستخدمه ايضا كجلسه زي جلسه اللي هو بيسموها الديوانيه او صالون. We have already planned to build pool, big pool. Big pool. Yeah, to open the door here. هو عامل اوريدي في المخطط هيعمل مسبح او سويمنج بول كبير. وهيشيل الحيطه يرموف ذيس وان يا جاست وان لاي دور او هيعمل باب من هنا لو عمل باب من هنا فقط هيفتح ساعتها على الساونا فروم ساونا اور فروم بول يس طبعا دي فكره فوق ممتازه والمساحه دي بتاعت المسبح ممتازه تنفع صيفا وشتاء. وات اباوت هيتنج هيتنج ويل بي ديبندس اوف باير سو فور وات وي نيد فور ذيس وان فور ذيس اريا يا يو دونت هاف انسايد We can put, but we didn't finish the line. ممتاز. هو ممكن يحط من داخل بس هو لسه ما ركبهاش. If we make the pool, we will not use that kind. لو انت طبعا هتركب طبعا مش محتاج انك انت لو انت هتركب مسبح مش محتاج انك انت تركب التدفئه. This one, it's upstairs. Can you see? Or... Yeah, we have to. Okay. Yeah, we can go on this way. Can you change the way? هنغير بقى شوية نخش شوية يمين وشوية شمال. مش متعودين احنا على مكان واحد لازم. In the papers is like two small apartments but it's not practice. It's better idea to use than like service for all the building. طبعا احنا الان في الجهة اللي احنا كنا في الجهة الاولانية دلوقتي في الجهة التانية. مش عارفة دي جهة الغرب ولا جهة دي كده ده الغرب وده الجنوب يبقى الجهة الجنوبية والجهة الشمالية. احنا في البوابة الشمالية. البوابة الشمالية الآن
طبعا كله نفس السيستم ميرور تقريبا. عنده مساحة وقال عنده كذلك مساحة فاضية كذلك للاستخدام. اوه ما شاء الله. دي مساحة طبعا هو لما بنوا وشالوا الردم فاضطروا يعملوا المبنى بهذا الشكل فاصبح عندهم في تجويف موجود داخل المبنى بالكامل. How many meter؟ 125 متر. 125 125 متر مربع المساحة دي بالكامل. اوكي. What about your plan for this؟ Also here is two options. You can make like two separated spaces for service for hold the building. هيحط مكانين منفصلين للخدمات. ممكن لو انت هتشغلها كتشغيل فندقي او كايجار فندقي ممكن تستخدمها تحط فيها الملايات تحط فيها مثلا اي امور خاصه بالتشغيل الفندقي. طبعا حبيت تحط مثلا اللي هو بيسموها غساله الملابس غساله كبيره تغسل وفيها مثلا تحط الكوايه في المنطقه بالكامل لو انت هتستخدمها كفندق. Also here you can make these طبعا اخواننا هذا المشروع وهذه الفيلا فيلا تراسا من اجمل الفيلا اللي شفناها في البوسنه وافضل العروض العقاريه اللي صورناها صراحه لحد الان. الميزات طبعا سمارت اللي احنا قلنا عليه المباني الذكيه يس. ممكن تدخل ممكن تضيف المساحه دي داخل الغرف الشقق الموجوده وان مش عارف ازاي هيشيل الحيطه دي كلها بس هو بيقترح الاقتراح ده بس اكيد في اقتراح. ممكن ما تشيلش الحيطه ممكن تعمل باب فقط. تضيف المساحه دي لو في الشقق اللي هنا في الطابق الثاني او تضيفها في الشقق اللي فوق. ممكن يتعمل سلم سلم وتنزل تحت. بس عامه هاي المنطقه زي ما انتم شايفين التهويه فيها شويه او الاضاءه فيها شويه ضعيفه طبعا لان هي تعتبر جزء او بيسموه عندنا دور استنادي او دور اتزان. Also if someone wants you can make cinema here. Cinema? Yes. Okay, it's a good idea. Also for PlayStation room for children or for men. We also like PlayStation. Yes. You know men stuff. It's possible. It's just idea. ممتاز. ممكن تعملها كسينما وكبلاي ستيشن. طبعا بلاي ستيشن دي اسال الله اولادنا اسال الله ان يعني يكره اولادنا فيها صراحه. هذا بلاء العصر الان البلاي ستيشن. طبعا الحين اقترب الليل واقترب تغيير الشكل لتراسا فيلا. تمام. We'll be changing now in night all it's different ها؟ Yeah. مش عارفين نقول ايه. في لحظات يعني الواحد ما بيتكلمش فيها. About I see it's another building. Can you see from yeah. there؟ طبعا شفت لان احنا طالعين شفنا فيلا هنا بره نفس الديزاين ونفس السيستم ونفس كل حاجه. فطبعا احنا عايزين نسال ونتاكد طبعا انه اكيد في حاجه مختلفه. اوكي وات اباوت ذيس وان؟ I see it's swimming part of the land to our friend. He built a house and a cell to one family in Bosnian family which live in Germany. They build the huge pool here and with amazing view, same like us. Oh, mashallah. Allah give him barakat, ya Rab. Also, طبعا هنا على الشارع ده شارع طريق فوغوتشا الاساسي او طريق كوبليا جلافا رود. Yes, yeah. Main road to Sarajevo. طبعا يعني ايه كوبليا جلافا عندنا باللغه بتاعتهم هو بيسموها حلقه الحصان. حلقه الحصان هي كوبليا جلافا اللي بتركب ورا كوبليا جلافا. Also we have extra 2.5 dunums here. 2.5 dunum 2500 متر. Yeah, في المساحه دي we had idea to make like tennis tennis ground or something like small ball yes. small glass bungalow for some yes fun. It's added from this land from this building no problem. Yeah, it's our. Included. Yeah, we'll can okay. be. Can okay, طبعا عنده المساحة دي 2500 ممكن تدخلها في الأرض. Okay, can you speak about the trasa? How many meter for building? How many meter for land? But not here. I need to in big booklet. طبعا نعمل الآن مع مستر ماهر ومستر أمير. هنتكلم معاهم بعض المعلومات أو some information about his building or trasa villa. وهم هيكلموا معانا بشكل بينج بونج. هنبدأ من على اليمين الأول. And right, okay. So the building is built on the 1,575 meter square property here, land here in Kobila. 1,575 meter square of land. Of land, yeah. Okay, very good. It's covered 1,570 meter square of net. Net? Yes. Okay, super. And what else? Also, that is usable. Property for our buyers and also
what we can say about this easy connection to town. Also, fresh one of the road from fresh air, which is coming to Sarajevo, is by this side. So, when our inshallah new buyers wake up in morning and come out at this terrace, they can feel fresh air and have a good day. طبعا هنا بيقول لك انت الهواء النقي بيجي من سراييفو من هاي الجهه، فبالتالي اللي هيشتري جديد وهيقعد في النهار بدري هيحس بالهواء النقي. اوكي اشتايوش for us was very important to build one of the most luxury buildings in Sarajevo, like smart and like material which we used here from thermo, hydro and all other materials. So that's high quality is something what we can offer to our buyers. طبعا هو يعتبر المبنى الاساسي من افضل المباني الذكيه في البوسنه بهذا الشكل. اوكي can you speak about the idea how to find this idea in Bosnia? It's a new idea and it's not general idea because the people it's maybe it's new for so people. Let's say that we take that risk first. Yes, I need to ask you about for this one. Yeah. It's very risky. We want to offer something new, something different. How you find this idea? Or how you catch this idea? We just idea, you can say. Okay. Actually, the idea was Mr. Emir's. Yes. Yes. But because for us, it was very, very important that our buyers have privacy, easy connection to, as I said before, and also what is so important, some buyers maybe will not live in Bosnia here, but they will come one or two, three times a year, and also even if they are not here, they can control everything. It's like they are here. That's very important for us. طبعا هو هنا بيخاطب شريحة العملاء أو المستثمرين مش موجودين أصلا في البوسنة، بيقول لك عشان أقدر هم يستفيدوا من هذه الخدمات فهم يكونوش موجودين، يعني بحيث يكونوا بره البوسنة، فدي الشريحة اللي هو أساسا بيخاطبها في المشروع بتاعه. أوكي can you speak about when you are start the building? We start the building in start of before exactly before 2 years. 2 years. Yeah. يعني فقط سنتين هو بدأ. Yeah. We start let's say exactly 1 month before Corona, so it's a long time till today. It was problematic in building and everything, but thanks Allah we finished. Alhamdulillah. It's we very, have very... about nine. Maybe we have some details to finish extra, and we will be finished everything in next 2 months. Alhamdulillah, it's very good building. I am very happy, very happy, صراحة. Yeah. Allah give you barakat. Allah give you barakat. Okay, can you speak about when you start the selling and when you start the which it's better for you, it's selling or rent? You have also, this idea for yes, rent? We have two plans. Yes. It's also possible to sell building to one person, sell building to one family, or separate to sell building. Also, the second solution could be renting the building, and also we have business plan made for this building for rent per year. So we also calculate stayings, calculate how money can be made, and in which period you can make money which you gave for this building to buy it. طبعا هو عنده ثلاث خطط، الخطة الأولى هو إن هو يبيع المبنى لأسرة واحدة بالكامل، الخطة الثانية إن هو يبيعها كشقق منفصلة كل واحد له شقة، الخطة الثالثة إن هو يشغل المشروع كله كرنت اللي هو كإيجار، هيكون إيجار إما هيكون إيجار سنوي years rent or like monthly rent. Monthly rent but we take like a business plan which we used about full 5 months month in a year. طبعا so if you rent 5 months in 1 year it will be great profit. Maybe how many percent from the capital ROI? Let's say like 300,000 euro you can get in 1 year. طبعا 300,000 يورو هو العائد المتوقع، الإيراد المتوقع منه هو الآن وفق الخطة اللي هو عملها وفق الفيسابيلتي ستادي. هي هاف اوريدي فيسابيلتي ستادي، فقط هيأجرها 5 شهور. وطبعا هذا المستوى بس فقط للعلم،
اللي بيأجروا طبعا سفراء دبلوماتيك، كل الشريحة العليا هي اللي بتأجر المكان ده، وبيأجروش خمس شهور، هم بيأجروا السنة بالكامل. فبالتالي اللي هيشتري هذا العقار عنده عدة اختيارات ممكن يستخدمها، نفس الاختيارات اللي قلنا عليها ماهر، اختيارات اللي هي الانفستمنت او اختيارات الاستثمار او اختيارات السكن لو حبيت تبيع. اوكي، about the price، can you send me about the price every all price but exactly its price is different when I find the مشتري it's he take it all building or he separate it's maybe different. Yes. It's different. Yes. Okay. Also it's different in which time the buyer will buy. What's the meaning which time? With for example you can buy building in this conditions now. طبعا دي نقطة مهمة جدا. Finish a loan. How you like it? Yes, you very want. Good. طبعا ده هنا كلمة أمير مهمة جدا، كل شيء عمالين نطلع عليه لحد ما نضربه من الآخر. رب الصور. طبعا الفكره مهمه جدا الان في موضوع ان هو هيشتري امتى، هل هيشتري الان ولا هيشتري بعد لما هو يشطب. اوكي، اي وانت اباوت اسك يو مستر ماهر اباوت سام كويستشن، هاو ماني تايم يو نيد تو فينيش اول ذا بيلدينج ناو؟ وي جاست نيد 2 مانث تو فينيش ايفرثينج. 2 مانث؟ يس، فقط شهرين، فقط شهرين ويخلص كل التشطيبات بالكامل المتبقيه، فقط في باقي امور بسيطه جدا. اتس فيري ليتل يعني نوت. يس اولسو واي جاست وي هاف تو فينيش الكتريسيتي اند ووتر ثينك، سو وي وونت تو ميك ذيس رود بيجر اند مور لايت. ذيس وان يا يا وي ويل هيكبر هيكبر شويه. بيجر رود. يس فيري جود. اند فيكس اول ذيس ثينكس تو فينيش ذا بيبي. يعني اشياء بسيطه جدا. طبعا شايفين بدات الان الاضاءه تبان معانا بالليل. طبعا بدات الاضاءه الان تبان معانا. طبعا هو فقط هو كام على السيراميك وتوسعه الشارع، والاضاءه بدات تبان بالليل اهو، احنا في اللحظات الاولى من الليل. اوكي مستر ماهر، وات يو هاف مور انفورميشن اشتايوش انفورماتيا مور انفورميشن از For example, best solution to visit us and see this live. Yadnu bu yadnu. Yes, okay. What let's again? The best idea. Yes. To come here and feel this and everything is really best when you see it live. طبعا انت التجربه مهما انت الان شفت الفيديو على اليوتيوب، لكن فعليا انت التجربه العمليه وانت واقف بهذا الشكل في هذا الفيو وهذه الاطلاله، يعني زي ما بيقولوا جماعه البوسنين سوبر بوجلد. اتس يعني الاطلاله خياليه. إطلالة خيالية. طبعا شايفين هنا مساجد، طبعا فوجوتشا تمتاز بالمساجد الكثير طبعا فيها، هذه هو احد المساجد، هذا هو الجامع. طبعا لحظات ويرفع اذان المغرب الان ونسمع الاذان مع بعض. اوكي مستر امير، وات يو هاف مور انفورميشن اباوت فوجوتشا؟ تولد مي اباوت فوجوتشا، اتس جود كانتري. ما شاء الله، اللهم هذا اقباو ليلك واتباو نهارك واصوات دعاتك فاغفر لي. انت في مدينة اسلامية. الله أكبر الله أكبر. هذا الأذان الآن يرفع، الله وقت استقبى الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. بسم بسم الله. في مسجد هنا كمان هناك. شكرا لا إله إلا الله. اللهم اشف والدي يا رب. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اصرف عنا كل شر. اشهد ان محمد رسول الله. كوليكو جامع بريزو اوف دي five yeah. عندهم خمس مساجد قريه من المنطقه هنا. And you here for adhan for in five yeah. خمس جوامع، خمس مساجد في المنطقه. انت هان في منطقه هنا مركزيه جدا زي ما هو اتكلم عن موضوع الطريق، وعندك المساجد و70 الاذان. هل تود ان تكون في هذا المكان بجوار المسجد؟ ومن هنا للمسجد تقريبا about 1 minute walking yeah. in car 10 second الحمد لله. الان احنا نختم في هذا الاذان الطيب، واسال الله لنا ولكم التوفيق والسداد والبركه، والله يا رب يرزقهم ويجيفهم بركه and give him enjoy
for everything, and thank you for this building. Thank you for this idea in Bosnia. Inshallah, it will be finished, and inshallah, I will find the mushtari, inshallah, for all or for separate, inshallah, ya Rab. And if I don't find, it's a very, very good idea for about rent. It's very easy, inshallah. لو كمان كإيجار فندقي أو إيجار ليلي عفوا إيجار يومي في الصيف يكون ممتاز جدا. Okay, what do you need about information? I need to close now. If you have any information, you need to add it. Yeah, just one thing for the winter. Also, now everything is green. So in the winter, you can imagine all of these things. It's white. Of شتاء course. البوسنة تلبس الثوب الأبيض. And we have a plan because we spoke in government about that. Here in this government land, we can make small ski lift. So for our buyers to use like. طبعا هو ممكن يقول لك ينضيف لك هنا مصعد خفيف بحيث لما تدخل هنا وتيجي تطلع من المنطقة دي هنا بيعمل مصعد هنا بالشكل ده كده بالطول سهل جدا تعمله لو انت مش عاوز تستخدم السلالم وكذلك ايضا انت ممكن تعمل مدخل Can you edit some entrance for another high level for this land? Yes. ممكن تعمل كذلك هنا موقف السيارات باركينج باركينج كان يو باركينج هنا ممكن تحط هنا مدخل السيارات تحط السيارة ويبقى عندك موقف تاني أيضا هنا. Yes, Mr. Maher. Yes. God bless you. Thanks for visiting. Inshallah, God gives you everything best. الله أمين يا رب. الله أمين يا رب. آمين آمين. Thank you for hospitality in your country. Yeah. Thank you very much. And I am love Bosnia. It's very. Thank you. It's my heart, my heart, in my heart. We also love you. Well, you know, I am anywhere, in where land? Where my country? Saudi Arabia? Yes, what you think? Saudi Arabia? What we think? Yes. We love that country because we also, one part of heart is here, one part is there. Where, in Saudi Arabia? Yes. MashaAllah. Why? Because of Mecca, because of Kaaba, because yes. of our Prophet Allah. Alhamdulillah. But I am not in, I am not from Saudi Arabia. You are from UAE, right? No. No. India. India? No. I am in Egypt. Egypt? You know Egypt? Oh, pyramids. Yes, very good. I have some friends actually in Cairo. Wallah, mashallah. And you as well. Mashallah.